اهلا بحضراتكم، لكم التحيه. والنهارده الصبح كان في مؤتمر في غايه الاهميه. ليه في غايه الاهميه هذا المؤتمر او هذا المنتدى؟ هو المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، حضره سياده الرئيس الصبح، وكان الحقيقه في كلام في غايه الاهميه لسياده الرئيس وايضا لوزير التعليم العالي. ليه بقول لحضراتكم الندوة دي أو هذا المنتدى لازم؟ أنا بشوف من وجهة نظري أنه لازم كل الشباب في مصر يشوفها، وكمان طلبة المدارس الثانوية. ليه؟ لأن احنا بنتكلم على عنوان كبير، العنوان هو تحديد وظائف المستقبل، عنوان هذا المنتدى، لأنه في غاية الأهمية. عشان كده بقول مهم جدا أن كلنا نستمع للي اتقال الصبح، لأنه بيحدد وظائف المستقبل. المستقبل اللي جاي هيعتمد على المهارات وهيعتمد على الإبداع، يعني بالبلدي كده اللي عايز يشتغل لازم يعرف سوق العمل اللي جاي عايز إيه، واللي وإلا مش هيلاقي شغل. يعني إذا كنا النهاردة يا جماعة بنتعاطف مع إنه مش إحنا كمصر، لا، العالم كله ممكن يكون بيتعاطف بنسبة ما مع الخريجين اللي مش لاقيين شغل، وبينهم ومنهم بينضم لما يطلق عليه البطالة. فالسنوات القادمة أو المستقبل دول مش هيبقى هيتقال عليهم بطالة، لأن دول ما عندهمش مهارات، ما عندهمش إبداع. يعني التعليم بتاعنا احنا للي في سننا واللي قبلنا مسائل مختلفة تماما. في كليات بمعنى كليات كاملة هتختفي، مش هتبقى موجودة في التنسيق، مش هتبقى موجودة في إنها تلاقي طلبة. ليه؟ لأن اللي هيتخرج منها مش هيعرف يشتغل. اللي هيتخرج من بعض الجامعات اللي موجودة ما زالت موجودة دلوقتي مش هيعرف يشتغل. المستقبل بنتكلم على مسألة مختلفة تماما. النهاردة لو كان في فرص، أو من فترة كان في فرص لأي حد بيتخرج من أي جامعة أو من أي معهد، عشان كده أنا بتكلم على التنسيق، بتكلم إنه الشباب أولياء الأمور اللي الطلبة اللي في ثانوي وطلبة ثانوي، لأنهم النهاردة مش صغيرين، لازم يتابعوا العالم رايح فين، لازم يتابعوا المستقبل عامل إزاي. أنا النهاردة ما ينفعش أدخل ابني أو بنتي الكلية اللي أنا اتخرجت منها، ما ينفعش، لأنه الكلية اللي أنا اتخرجت منها دي السنوات القادمة مش هتبقى موجودة، ولو هتبقى موجودة مش هيلاقي شغل، لأن الشغل اللي جاي بيعتمد على حاجات محددة على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس. نتكلم لازم يبقى فيه مهارات، لازم يبقى فيه إبداع، لازم يبقى فيه. النهاردة حتى وزير التعليم وهو بيتكلم على إنه اللي جاي شريحة تتحط في البني آدم، وإنت عشان تعمل سيرش برمش العين. فانت متخيل اللي جاي هيبقى مطلوب ايه من الشباب علشان يبقى فيه شغل ليهم؟ سوق العمل اللي جاي اختلف تماما، وبالتالي انت لازم تشتغل من دلوقتي وتفكر من دلوقتي ازاي تنمي مهاراتك علشان تلاقي وظيفة، علشان تقدر تفتح بيت وتستمر وتكمل. لأنه بعد كده فكرة البطالة للي خريجين من كليات ملهاش سوق عمل مش هينطبق عليهم كلمة بطالة، هينطبق عليها كلمة إنه هو فاقد للمهارة، هو ما عندوش مهارة. فبالتالي طالما هو اختار إنه ما يشتغلش على نفسه، طالما هو اختار إنه هو لا يبدع، طالما هو اختار إنه هو ما يكونش عنده مهارة، فبالتالي ملوش عندي طلبات. تعالوا نشوف جزء من كلمة سيادة الرئيس النهاردة ونرجع ونكمل مع حضرتكم. أنتم تكلمتم من منظور يعني عالي جدا جدا عن العلوم والمعرفة وعلى تنظير على مستوى العالم وعلى مستوى التقدم اللي حصل في الكلام ده، والتعليم او مستوى المنتظر خلال السنين القادمة. انا هتكلم من منظور تنفيذي، من منظور الدول اللي منظمة المؤتمر الاسلامي معنية بيها، واقول عندنا اكتر من 50 دولة. يا ترى جودة التعليم المتاح ليهم، لشبابهم الكتير اللي احنا بنتكلم عنه. انا مع
يعني انت قلت ان التعليم حق من حقوق الانسان، التعليم الجيد، لان انا لما اديله تعليم غير جيد ما بديلوش فرص حياه. وحضرتك قلتي ان الطالب كان بيدرس وقال ان انا هخلص وهشتغل في مشروع شركتي، لان جوده التعليم المقدم له يتيح له ان هو يقدر يبقى تقدر مساهمته المعرفيه اللي تحصل عليها تحقق له فرص عمل ومشاركه حقيقيه في الحياه اللي موجود فيها. يا ترى في الخمسين دوله ولا اكتر من خمسين دوله في الدول ديت، ما هو حجم التعليم الجيد المتاح؟ اذا كنا بنتكلم على ان المعرفه الحقيقيه وجودتها هو كنز، هو ثروه مخفيه، ولكن للحصول عليها لابد من وجود في قدرات، اولها قدرات اقتصاديه للدول عشان تقدر توفر التعليم ده. احنا كان عندنا في مصر هنا اتاحه. يعني ايه؟ يعني كان عندنا تعليم للجميع، ولكن يا ترى التعليم للجميع كان جودته بنفس المستوى اللي بيقدم في الدول المتقدمه في امريكا وفي بريطانيا وفي دول اخرى كثيره؟ افتكر بمنتهى التواضع لا، ومنتهى الوضوح لا، ما كانش كده. وبالتالي ما كان الخريج المتعلم عندنا، انا بتكلم على الدول منظمة المؤتمر الإسلامي، وممكن ده إذا كنت تقبله إنه يتقال على مصر أنا قبله، لأن إحنا تصدينا لهذه القضية بجلاء وقلنا إن إحنا إذا كان مطلوب بالمعايير العددية إن الكل مليون يبقى في جامعة، يبقى إحنا محتاجين نعمل 100 جامعة، مش كده؟ وتحركنا في خلال الست سنين اللي فاتوا عشان نعمل جامعات، لكن أيضا عشان نعمل فيها حجم من الجودة من خلال التوأمة مع جامعات عالمية عشان هم يعلمونا وعشان هم ينظموا، وده موضوع احنا نقبله بكل ود، ان نتعلم من غيرنا ونتعلم كويس عشان احنا ناخد مسارنا ونحقق لشبابنا وشاباتنا. انا بقول النهاردة في العالم اللي هم منظمة المؤتمر الإسلامي وأيضا في مصر. خليني أرحب بدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا بحضرتك دكتور محمود. دكتور محمود، بعد المنتدى النهاردة والمنتدى الثاني العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، هل أجندة حضرتك كرئيس أكاديمية بحث علمي هتختلف في بعض الأشياء؟ ده صحيح. يعني يمكن المؤتمر وكلمة السيد الرئيس تعليقا على الحلقة النقاشية الأولى يعني كانت واضحة جدا، وحضرتك أزعتيها وقلت ملخصها في التقديم. زي ما حضرتك قلت تماما، وزي ما كلنا عارفين وكلنا متفقين أن احتياجات سوق العمل في المستقبل والمستقبل القريب جدا مختلفة تماما عن احتياجات سوق العمل في الوقت الحالي وفي الوقت الماضي. المستقبل ده دكتور محمود معلش، المستقبل ده اللي هو بنتكلم في كام سنة؟ المستقبل بدأ النهاردة، مش كده برضه؟ طبعا الناس تفتكر يعني بنتكلم على 20 سنة يعني. بنتكلم على 15 سنة؟ لا، هو بدأ النهاردة. لا، هو بدأ النهاردة، وبدأ من يوم ما الحكومة المصرية قررت انها تبني عاصمة إدارية جديدة لمصر. وتطور العمل الحكومي وتتجه نحو التحول الرقمي بالبداية. البداية الفعلية على أرض الواقع في مصر. وخلينا نتكلم بصراحة، ده مش الأجيال اللي هم يعني اللي هيخرجوا لسوق العمل في المستقبل، ده الأجيال اللي في سوق العمل حاليا محتاجين يطوروا نفسهم بسرعة عشان يقدروا يأدوا الوظائف اللي مطلوبة منهم. نعم صحيح صحيح. طيب اللي أنا قطعت حضرتك في مسألة المستقبل ده اللي هو إمتى، لكن خليني أرجع تاني لسؤالي اللي سألته لحضرتك. الأجندة، الأولويات بالنسبة لك. الخط فصل مع دكتور محمود ولا أنا؟ ألو؟ طيب نحاول
نحاول الاتصال تاني بدكتور محمود صقر، لكن كان مهم جدا لانه فكره المستقبل الناس ممكن تتصور ان احنا بنتكلم في سنوات قليله او كبيره او كثيره قادمه، لا هو بدا بالفعل. دكتور محمود، ايه الاولويات اللي هتتغير عند حضرتك بحث علمي؟ يعني لو هتشتغل على فكره تبديل وتوفيق، هيبقى في حاجات كانت مرحله دلوقتي هتخليها هي اولويات بناء على الكلام واللي حصل النهارده؟ ايه؟ نعم بالفعل، يعني بناء على الكلام اللي حصل النهارده، وهو يعني سياده الرئيس في اجتماعات كثيره جدا اشار له، يمكن هو المره دي اتكلم يعني لكل المجتمع وليس فقط للوزراء وصناع القرار او التنفيذيين. نعم الكلام واضح جدا زي ما قلت لحضرتك قبل الخط انقطع، المستقبل بدا بالفعل. الحكومه المصريه بالفعل بدات في التحول الرقمي، وده له مستلزمات ومهارات خاصه مختلفه عن الحاجات اللي احنا كنا عارفينها واهالينا كانوا بيمارسوها في وظائف. فاحنا حتى اللي في سوق العمل حاليا محتاجين باستمرار. وحضرتك ده شيء طبيعي حتى عشان نستمتع بالحياه وبالتكنولوجيا، يعني عارفه حضرتك احنا كانت استخداماتنا من التكنولوجيا بسيطه، فبقت بتتطور بسرعه، فالواحد لما بيتعلمش يستخدم الاجهزه الحديثه ما بيستمتعش بالتقدم ولا بالحياه. بيبقى انسان عايش ناقصه حاجات كتيره جدا جدا. صحيح. فخلينا نتكلم يعني مش متخيل ان يبقى العالم عنده كل الرفاهيه دي وكل التكنولوجيا دي وانا مش عارف استفيد منها، مش عارف استمتع بيها، رغم انها معايا في جيبي، تليفون في جيبي. التليفون ده احنا بنستخدمه واحد على 100 من استخداماته مثلا. صحيح. يعني. وهكذا. بنجيب اغلى التليفونات واحدث التليفونات وبنستعملها في ان احنا بنطلب وبنطلب وخلاص. يعني شيء مجرد تليفون بنتكلم فيه مش اكتر ولا اقل. ده لان احنا ينقصنا احنا بس، عشان ما يعني الاجيال الشباب والطلاب ما يخافوش، احنا كمان ككبار ينقصنا التعليم المستمر. ده نموذج سطحي انا اسف يعني في الكلام، ولكن اللي انا عايز اقوله ايه، ان المستقبل بدا بالفعل. ايوه. اللي في الوظائف المفروض يطور نفسه، المفروض ياخد كورسات باستمرار، مصادر التعلم مدى الحياه متاحه بالمجان، البلد مستثمره في بنك المعرفه المصري مئات الملايين من الجنيهات واتاحت كل انواع المعارف حول العالم بكل اللغات متاحه بالمجان، المفروض ان احنا ندرس ونتعلم ونقرا ونفضل نتعلم على طول. الكلام ده بقى بالمناسبه ما ينطبقش بس على الناس اللي في الوظائف الحكوميه، ينطبق ايضا على الاطباء الطبيعي عياده واخذ بكالوريوس طب من 30 سنه ولسه بيشتغل بنفس، لا المفروض يذاكر ويتعلم ويطور نفسه، والمهندسين وكل فئات المجتمع. بالنسبه بقى لايه الاستعداد للمستقبل، واحنا بنقول هو التركيز هيكون على ايه في البحث العلمي؟ شوفي حضرتك البحث العلمي دلوقتي يعني بيتكلم على كل الامور اللي هي بيسموها سمارت وجرين. يعني بمعنى ايه؟ اللي هي التكنولوجيات والتقنيات الذكيه والخضراء في نفس الوقت لصون الطبيعه والحفاظ على البيئه. فهو ده التوجه الاستراتيجي لوزاره التعليم العالي والبحث العلمي. سمارت بنتكلم بقى عن تطبيقات التكنولوجيا المختلفة في جميع المجالات، يعني نتكلم على تطبيق انترنت الأشياء في الزراعة، في الصناعة اللي هي الثورة الصناعية الرابعة والخامسة، تحويل اللي هو احنا هيبقى في علاقة ما بين الإنسان والآلة زي ما قال معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي في مداخلته النهاردة الدكتور خالد أبو غفار، وكانت مداخلة رائعة يعني ومبسطة جدا، وضحت الصورة. التكنولوجيا والواقع بقى جزء من حياتنا، لازم نتعامل معاه، هنتعامل مع الماكينه كانها انسان. عندنا او عند حضرتك بمعنى ادق في الاكاديميه في ابحاث في اختراعات طبعًا. في ده اللي انا عايز اعرفه من حضرتك. من حسن الحظ في هذه المجالات، من حسن الحظ ان احنا مش متاخرين كتير في هذا المجال، لان هي ثوره يعني الثوره الصناعيه الرابعه والخامسه هي ثورات بدات في بدايه الكلام عليها في المانيا كان في 2005. وبدأت تطبق فعليا في بعض الدول زي كندا زي ما كانت بتقول لحد من 2016. احنا مش بعيد، احنا مش بعيد. طب احنا عملنا ايه في مصر؟ هقول لحضرتك مثلا في قطاع التعليم قبل الجامعي. طبعا اللي بيعمله الدكتور طارق شوقي ده هو المطلوب ولا شيء غيره، مفيش حاجه غيره تنفع بالمناسبه يعني. يعني برضه لازم نكون يعني صادقين مع اولادنا. احنا بنأذيهم، احنا كنا نصر ان كل حال يبقى على ما هو عليه وان التعليم زي ما كان هو كده. طبعا اي تغيير في الدنيا بيبقى صعب يعني. عفوا يعني الواحد لما بيغير بيته ليله ما بيعرفش ينام، دي حاجه بسيطه، ده طبيعي ومنطقي ومفهوم،
ولكن احنا يجب ان لا نخضع لهذا، يعني لان احنا نظلم اولادنا ونظلم الاجيال الجديده. فاللي بيحصل في التربيه والتعليم، التعليم قبل الجامعي، هو الحل الوحيد الوحيد، ملوش بدائل. فلازم احنا نتعاون كمجتمع وكاولياء امور وكتلاميذ وكحكومه عشان يقدروا يطوروا التعليم، عشان يبتدوا من بدايه صح. في التعليم الجامعي بقى الامور اسهل شويه. ليه؟ لان طبعا يعني قدره الشباب او طلاب الجامعات على استيعاب التكنولوجيا اسرع، وهم اوريدي يعني متدربين عليها بدرجه كبيره. ففي التعليم العالي بدا يتم انشاء كليات تكنولوجيه جديده، جامعات تكنولوجيه ما كانتش موجوده قبل كده خالص. ده توجه جديد جدا جدا جدا. جامعات اقسامها المعروفه اللي كل حضرتك بتتكلم عليها من شويه، كليه التجاره والحقوق والاداب والحاجات دي، لا مش هتبقى كده. هتبقى جامعات تكنولوجيه بتركز على تكنولوجيات معينه اللي هي محتاجها سوق العمل، صناعه الالكترونيات، الفضاء، الزراعه الذكيه، الروبوت، الوسائل النقل غير المأهوله. كل ده هي ده. فوزاره التعليم العالي والبحث العلمي بدات بالفعل من 3 سنوات في انشاء مجموعه جديده من الجامعات التكنولوجيه ما كانتش موجوده خالص. وده طبعا عشان تواكب سوق العمل. صحيح. لما بيجي المجلس الاعلى للجامعات يعتمد كليات جديده او برامج جديده، حاطط معايير مختلفه تماما عن اللي كانت موجوده قبل اللي كده. كانت قبل كده هو ده اللي احنا بنقوله للناس. لا صحيح. لا ما عادش مسموح، مش بيسمحوا لاي حد يعني عفوا يعني انه يعمل، يعني خلاص هي انت عايز تعمل جامعه هتعملها في المجال الفلاني وفي المكان الفلاني كمان. يعني حقيقي يعني رؤيه كامله وحاجه تفرح يعني بجد، ان كل وزارات الدوله متعاونه. فبتاع الاسكان والبناء بالتعاون مع بتاع الاتصالات، بالتعاون مع التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع التربيه والتعليم مع الصحه، بيحددوا احنا محتاجين نعمل جامعه فين وفي تخصصات ايه. وفي تخصصات ايه. بشكرك دكتور محمود. تحت امرك. شكرا جزيلا. بشكرك فندم. شكرا جزيلا. المساله لما هتفرض نفسها، مش عايزين نقول، او هي بدات بالفعل فرض نفسها، مش عايزين نقول احنا ما كناش نعرف، طب ما هو ما حدش قال لنا. لا، بنقول الكلام، انا شخصيا بقول لحضراتكم الكلام ده من فتره وقلته كتير جدا، انه انت لازم تبقى ذكي في اختياراتك علشان تقدر تكمل. فلازم تبص وتشوف هو العالم رايح فين، هو سوق العمل دلوقتي محتاج ايه، هل مازال محتاج فكره العلوم الانسانيه اللي كلنا، الكليات اللي كلنا دخلناها دي، ونتكلم مش عارفه كليات ايه، انا مش عايزه اسمي كليات بعينها طبعا، لكن اقصد اقول انه اصبح هناك سوق عمل مختلف تماما عن حتى اللي موجود من قبل 3 سنين. فده في غايه الاهميه، ان احنا دايما نبحث ودايما يبقى هنا الكلام. يمكن لأولياء الأمور، ما كنت بتكلم في مسألة التعليم وكانوا بيشتكوا من مناهج سنة رابعة، لما حضرتك تيجي تشتكي من تقل منهج سنة رابعة، انت ليه مش شايفة انه ابنك يستطيع؟ يعني ليه فكرة ان انت شايفة المنهج ده تقيل على ابنك؟ طب ما هو تعالي احسبيها بشكل تاني، انت ليه بتحسبيها على انه لازم ابنك يتعلم سنة رابعة لما انت كنت في سنة رابعة؟ ما ينفعش. وليه بتحسبي انه ابنك لا يستطيع؟ طب ما هو ابنك ده هو اللي بيمسك الايباد، هو اللي بيمسك التليفون وبيقعد يعمل عليه حاجات غير عادية احنا نفسنا كأمهات ما بنعرفش نعملها. فدايما ارجوكي ادي ابنك احساس انه هو يقدر، انه هو يستطيع. فبالتالي لانه الدولة هنا لما بتشتغل على فكرة تطوير المناهج علشان اللي جاي يا جماعة، هي بتعمل ده علشان ولادنا كلنا لما يكبروا يلاقوا شغل. خليني ارحب بدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس. دكتور محمود مساء الخير يا فندم. خير يا فندم، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. اسمح لي وانا اقدر حضرتك تماما، نتناقش بس في حاجه كده بعيده عن جامعه عين شمس بعد اذنك دكتور محمود. النهارده لفت نظري انه مساعد مدير اليونسكو قال النهارده انه اكبر محرك رئيسي للتنميه، دكتور محمود، قال فيه 3 محاور اساسيه ورئيسيه: راس المال البشري، والجامعات ودورها كمركز رئيسي للتطوير والابتكار، وقال دور المنظمات الدولية. دول اللي المحرك الرئيسي، 3 محاور دور للتنمية.
حضرتك شايف احنا عندنا ايه في مصر منهم ومحتاجين ايه نركز عليه؟ اشكر حضرتك على الاستضافه، والنهارده الحقيقه كنا في المنتدى العالمي الثاني للتعليم العالي والبحث العلمي. نعم. تم تاكيده من العام السابق، وكنا فعلا في الجلسه الاولى اللي شرف حضورها سياده الرئيس، وده اذا كان يدل على شيء بان القاده السياسيه دي هي مهتمه ومحمومه طبعا فعلاً بالعلم والعلماء ايضا. نعم. والتعليم العالي والبحث العلمي، انه حضر الجلسه كامله من غير طبعا معرض ما قبل الجلسه وكده. وكان فعلا في الجلسه دي في 7 متحدثين، وكان مديرية الوزير خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي واخرين، وكانت مساعد مديرة اليونسكو تفنى هي موجودة، ويمكن ذكرت من ضمن ما ذكرته لحضرتك تفضلت. انا عايز اقول ان احنا في مصر عندنا 3 حاجات حضرتك صحيح بالنسب يعني او مش بالنسب التي نطمح لها او بالمستوى اللي نطمح له، هناك مساحه كبيره جدا ما زالت للتحسين والعمل. ولكن رياده الاعمال مثلا حاجه غطية واحده من الثلاثه دي موجوده، واحنا يعني في جامعه عين شمس كمثال نفتتح، وكان كان عندنا من 2013 مركز رياده الاعمال عين شمس اي هاب، وده يعني بقت تريد مارك مش بس في مصر، في المنطقه كلها. بيطور مش عشان بيبقى هندسه فقط، لا ده لكل كليات مركزي يشمل ال 20 كليه بالتعاون مع البنك المركزي والنايل برونور المركز المسجله للبنك المركزي، غير رياده الاعمال للشباب والابتكار والتنميه، لان التعليم لما ما اصبحش التعليم الجاف الاساسي فقط اللي هو الماده العلميه، هتظل الماده العلميه مهمه عشان بس الزخم اللي حاصل حاليا من ثوره صناعيه رابعه وخمسه، والنهارده كان في توبكس دي موجوده في المؤتمر، وبكره مش عايزه تنسينا ان هيظل التعليم الاساسي والبحث العلمي الاساسي في الفيزياء والكيمياء والطبيعه اللي هي اساس العلوم والرياضيات، لان لو ما ركزناش على دول او اهملنا ده مش هنلاقي بعد كده لا رياده اعمال ولا تعليم بيني ولا خلاف. صحيح. المسميات الجديده دي مهمه جدا، هي اللي دخلتنا الى جامعات الجيل الرابع والتنميه المستدامه. نعم. بال 17 هدف المعروفين من جامعه النشب من 2015، وما نطلق عليه اقتصاديات المعرفه اللي بقت الاقتصاديات المهمه مش قايمه على اقتصاديات الناتشرال ريسورسز او ما تملكه الدوله من بترول وخلافه، لا ده بقى اقتصاد معرفه اللي هو قائم على التحول الرقمي والعلوم وعصر العلم والمعلومات الحقيقية. نعم. كل ده مهم جدا، لكن زي ما بقول هيظل اللي احنا لازم نحافظ على العلوم الأساسية. طب احنا عملنا ايه في الجامعات المصرية، او ماذا تمتلك مصر؟ سؤال حضرتك. تمتلك كذا مركز للابتكار، مش في عين شمس بس، في كل جامعة، في اكثر من جامعة حكومية وجامعة خاصة وجامعة اهلية زي جامعة النيل عندها برضو. هل الجامعات مستعدة ببنيتها التحتية وما نطلق عليه جامعة الذكية الخضراء اللي هي السمارت يونيفرسيتيز؟ أيوة. كل جامعة اجتهدت جدا انها تخش في المضمار ده بخطأ مختلفة ومستويات مختلفة، والتنافس والتسابق ما بين الجامعات سواء محليا او عالميا ده مهم جدا، لانه في الاخر لصالح العمليه التعليميه، والمنتج اللي بيطلع من الجامعات هو المنتج الاساسي، هو طبعا الخريج الذي يستطيع ان ينافس في سوق العمل. نخلي بالنا ان كلمه سوق العمل دي مهمه جدا، لان هي اللي بقت بتقود عمليات التغيير في التعليم العالي. يعني أي صحيح. يعني احتياجات سوق العمل طول عمرها بتتغير من 100 سنه، ولكن معدلات بس اعتقد ان في طفره غريبه مع تقدم التكنولوجي دكتور محمود. صحيح. هو كده، هذا التسارع بنقول عليه التسارع في تغيرات اللاندسكيب بتاع سوق العمل في العالم وفي المنطقه، اذا كان بيتغير قبل كده كل 20 30 سنه، دلوقتي بيتغير كل سنتين ثلاثه. فلازم الخريج يكون جاهز بمهاراته بتعليمه بشهاداته لهذه التغير عشان يبقى مطلوب في سوق العمل. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان الشهاده اصبحت لوحدها شهاده مهمه، وهرجع واقول زي ما قلتها مرتين ثلاثه ما ننساش ان التعليم الاساسي هو الاساس وسيظل الاساس، لكن ما بقاش كفايه لوحده. الشهاده لازم يكون معاها مهارات معينه. مهارات ما نطلق عليه بالسوفت سكيلز، الاناليتيكال ثينكينج، الكريتيكال ثينكينج، الليدر شيب اللي هو التفكير النقدي والتفكير التفكير التحليلي ومهارات القياده، ده اللي بيوصل للابداع بالظبط كده. والذكاء ما نطلق عليه بالذكاء العاطفي مش بس الذكاء التعليمي او خلافه.
هنا في حكايه الذكاء العاطفي ده او الذكاء المدمج اللي ذكر النهارده في الجلسه دي مثلا اللي هو في برضه نغمه شغاله جامد قوي وهي حقيقيه الحقيقه هنطلق عليه الذكاء الاصطناعي. وهل الاي اي ده ارتفيشال انتليجنس والذكاء الصناعي ده هيحل محل الذكاء الانساني او الاله هتخلينا نستغنى عن المهني طبيب مثلا يحل محله روبوت او نيرس ب 100% وما نحتاجش؟ الاجابه طبعا لا، احنا محتاجين الذكاء الصناعي اللي ظهر والعلم والتكنولوجيا اوجدته وشكرا لهذا وهو مفيد جدا، ولكن علشان يطعم او يندمج مع الذكاء الانساني ونخلق ما مع يخلقوا مع بعض ما نطلق عليه الذكاء المعزز اللي هو بيقول عليه حاليا الثوره الصناعيه الخامسه. نخلي بالنا ان الرابعه لحد 2020 كنا بنتكلم على الرابعه، النهارده في 2021 بيتكلموا على الخامسه لما حسوا بخوف او خطر ان هناك مفهوم هيصدر ان هذا الذكاء الصناعي هيمحي او هيستغني البشريه. وده مش حقيقي. نعم. لان الروبوت والذكاء الصناعي فندم بيعزز القدرات البشريه يخليها تظهر بكل بصوره افضل وبدقه اكتر وبمنتج احسن، فهي بتعزز القدرات البشريه زي ما حضراتكم زي ما حضرتك طبقت ده في جامعه عين شمس في كليه الطب اعتقد دكتور محمود مش كده؟ ايوه فندم، مش كانت المساله عند حضراتكم؟ ايوه اللي احنا عملنا اول ممرضه روبوت. ايوه انا عايز يعني اضحك حضرتك والساده المستمعين شويه على الحته دي، لما طلع حد من التمريض كلمني وقال لي احنا زعلانين منك احنا التمريض بيحبك، انا طبيب طبعا فانت كده هتستغنى عننا بالروبوت، قلت له بالاطلاق ده انا عايز افرغكم للاهم في شغلكم والروبوت ده يقوم بالشغلانه الاقل اهميه اللي ممكن يقوم بيها، في حاجات ما يقدرش يتواصل مع المريض. النهارده على فكره رئيس الجمعيه الملكيه كان موجود في برضه في الجلسه الاولى من ضمن المتحدثين الدكتور مايك للجراحه في جلاسكو في اسكتلندا. أيوة. وواضح ان سيادة الرئيس لما كان في جلاسكو في كوب 27 دار وبالتالي تم يعني دعوته انه يجي وقال يعني لا يمكن بالطب اللي انا بقوله بالظبط المريض هيستغنى في يوم ما ولا بعد 50 سنه ولا بعد 100 سنه مهما تقدمنا من التواصل المباشر مع دكتوره عشان يطمنه او يحذره او يشرح له محاذير معينه مهما حصل من تقدم، لكن صحيح الروبوت والاي اي والفيرتشوال رياليتي النظارات وخلافه بتعزز القدرات صحيح. وبتزود البريسيجن او الدقه وبتحسن طبعا. الاداء بس التعامل معاها محتاج مهارات بالظبط. نعم نعم طيب دكتور محمود هاجي بقى لجامعة عين شمس كمان واقول ايه اعمال التطوير اللي هتبدا بالفعل في جامعة عين شمس؟ الحقيقه يعني التطوير في جامعه عين شمس عمره ما وقف وماشي على قدم وساقته الوقت يعني بنسابق الزمن فيه في جميع الكليات وجميع المجالات، احنا عندنا خمس قطاعات سواء القطاع الطبي او الهندسي والتكنولوجيا او الانسانيات او الزراعي او العلوم الاساسيه، وعندنا خطه كامله بداناها من سنتين للتطوير في جميع الكليات وجميع القطاعات دي هي. فأنا لسه ذكر لحضرتك مركز الابتكار والإبداع يعني بتكلفة 150 مليون جنيه بالتعاون مع البنك المركزي هنفتحه إن شاء الله بعد 10 أيام أو أسبوعين. هايل. محافظ البنك المركزي والسادة الوزراء وده هيبقى كله عبارة عن حاضنات ابتكار ومسرعات أكسلريتور للابتكار وصولا إلى الشركات الناشئة أو الستارت أبس أو هو هنا دي ريادة الأعمال أو الانتربرونورز اللي إحنا عايزين يعني نوجدهم ونوجد الثقافة هي موجودة فعلا بس محتاجة انها تثقل وانها يعني تبقى موجودة بصورة اكبر ما بين طلبة جامعة عين شمس الفريش جراديوس او خريجي جامعة عين شمس وربطهم بالمجتمع المدني بالحكومة الوزارات المعنية بالقطاع الخاص بكل الشركات المالتي ناشونال ان كل الافكار دي تبقى يتم احتضانها في حاضنات معينة تخلي الناس على مستوياتها المختلفة دي تقعد وتفكر مع بعض وممكن الفكرة توصل إلى شركة ناشئة وبعد كده تكبر أكثر كمان. التحول الرقمي الكامل في مشروع اليونيفرسيتي مانجمنت سيستم اللي تولته كلية الحاسبات اللي بالمناسبة لازم أذكر برضه كلية الحاسبات فازت السنة دي في 2021 بالمركز الأول
في جائزة التميز الحكومي ما بين وزارة التخطيط والحكومة المصرية والإمارات. نعم. والإمارات، فكانت كلية الحاسبات جامعة عين شمس في المركز الأول. وتم تكليفها من سنتين إن هي تتولى موضوع التحول الرقمي الكامل علشان كل شيء يبقى مميكن بجد في جامعة عين شمس، من أول دخول الطالب لدفع المصاريف قبل ما يخلص الجامعة إلى دخوله قاعات التدريس أو الأنشطة الطلابية أو حتى الكافيتيريا، وكل حاجة تبقى مميكنة، وهكذا هيئة التدريس والعاملين. ده مشروع بدأ، لم ننتهي منه بعد، ولكن نتطور في خلال الأسابيع القادمة، يعني بالكثير شهرين ثلاثة، لأن هنفتتح الداتا سنتر المركزي إن شاء الله اليوم الخميس القادم بتكلفة برضو 120 مليون جنيه. هي. موضوع الجامعة الخضراء مع بالتعاون ما بين الهندسة والبيئة والزراعة. أيوه. بنعيد استخدام المي، المياه ما نطلق عليه المياه الرمادية مرة أخرى. نعم. غيرنا في الحرم واحد مثلا كل عمالة الإنارة إلى سولار بانل أو الطاقة الشمسية. نعم. في مشروع اللي احنا نحط على الاسطح المكشوفه كلها ونحاول نستخدم الطاقه الشمسيه. مشروع لتجميع القمامه او المخلفات الصلبه مع وزاره البيئه، حاجه اسمها الشمس في جرين. ده مشروع طموح جدا، بدا من كليه البيئه وثم بياخد الجامعه كلها، ثم هنطلع على المناطق المحيطه. نشاطات خدمه البيئه والقوافل حقيقة، سواء كانت قوافل صوتية لكل أنحاء مصر، خاصة في الحتت النائية زي حلايب وشلاتين والوادي الجديد ومطروح وأهدافه، سواء كان للطبية أو لمحو الأمية أو لاكتساب المهارات. يعني حقيقة قوافل تنموية شاملة دي بنعمل في السنة من يناير لديسمبر بواسطة قطاع البيئة عندنا مع كل الكليات، حوالي 14 إلى 15 قافلة في السنة، وثبت الاماكن عشان يبقى فيه استفاده قصوى، ما يبقاش كل مره بروح حته جديده لاول مره. أيوة. في بناء على المرات السابقه. طيب. يعني نشاطات كثيره جدا. طبعا نشاط جامعه عين شمس، اخيرا احب يعني بما ان انا طبيب يعني افكر نفسي وافكر الناس واشكر زملائي على مجهودهم في مواجهه، وخدنا الجائزه الاولى على مستوى الجمهوريه من وزاره التعليم العالي. نعم. جامعه عين شمس في مواجهه جائحه كورونا منذ مارس 2020 حتى النهارده، بأول مستشفى ميداني متكامل ما حصلتش ده في مستشفى ميداني فرع عسكري. نعم. عملناه مستشفى العزل في العبور، أظن خد سمعة جيدة جدا، لأنه مش مجرد عزل بقى، هو عزل ومستشفى متكامل. مستشفى العزل اللي في العبور تبع حضراتكم. احنا اللي عملناه في واحد مارس. نعم. أول مستشفى عزل يعني متكامل، مجرد العزل، هو عزل صحيح للكورونا، لكن لو في مريض كورونا مثلا، مريضة جات لها كورونا وعايزة تولد أو محتاج تدخل جراحي أو بيغسل كلى، ده مش متوفر مستشفيات العزل العادية. طبعا. دي بقى مستشفى متكامل بكل الخدمات الطبية جراحية أو تدخلية داخل المستشفى. نعم. من مارس 2020 حتى الآن، وكله مجاني، قائم على التبرعات والفاندريزنج يعني، ما بخلش علينا في كده. منظومة التطعيم، منظومة العلاج، الحقيقة يعني مواجهة جائحة كورونا بكوادر ومستشفيات جامعة عين شمس قامت بدور يعني اعتقد يستحق الثناء. ومستمرين فيه، والى ان ربنا يحفظ مصر ويحفظنا جميعا. يا رب يا رب يا دكتور محمود، يا رب. طيب، في تقدير حضرتك دكتور محمود، علشان انا بس ببقى طول الوقت تارجت ان انا اكلم الناس على فكره انتبهوا من الان علشان ما نجيش نقع في ازمه بعد كده في فكره الشغل للشباب. في تقدير حضرتك كليات زي ايه اللي هتخلص المستقبل؟ احنا بنقول مستقبل خلاص بدا، اللي هتبقى في المستقبل خريج هذه الكليات ما يعني ما عندوش ما يتماشى مع سوق العمل. بص يا فندم، يعني ما اعتقدش ان في كليات هتتلاشى، لان الكليات القائمه القديمه ويعني بقالها سنين واثبتت يعني بتستود تست تايم، سواء كان قطاع طبي بكامل هيئته او الهندسي والتكنولوجي او حتى الانسانيات، هيستمر الطلب عليها وهيستمر يعني الحاجه اليها الى ابد الابد. طبعا طبعا دي، ولكن دي. عشان ارد على سيادتك، يعني اقدر ارد على حضرتك في اطار معين، نقطتين. واحد، ايه الكليات اللي يصح يكون من يعني بيدخلها حاليا اعداد اكثر من اللازم؟ مش معنى كده مش محتاج، لا محتاجها جدا، بس يصح عشان امشي صح ان انا في المستقبل ابتدي اقلل الطلب عليها، لان الطلب عليها الزائد ملوش بعد كده فرص عمل. هي كليات قطاع الانسانيات شويه، اللي هي الكليات الادبيه شويه.
انما الكليات العلميه في ازدياد. لا العلميه دي ده هتبقى مواكبه للتطوير ومواكبه لل لكل بقى انواعها، سواء كان طبي او اساسي او علوم اساسيه او كده. لكن طبعا القطاع الطبي بالذات الطلب عليه سواء في مصر او في العالم متزايد جدا. لا ده وهيزيد في الوقت في الفتره القادمه. تمام يعني انما عايز اقول على النقطه الثانيه بقى المهمه، هو ايه اللي لازم نعمله عشان نواكب احتياجات سوق العمل؟ هي الدراسات البينيه اللي هي المالتي ديسيبلينري او الدراسات اللي يتدخل فيه ثلاث اربع كليات او كليتين ثلاثه يعملوا برنامج معين علشان احتكاك سوق العمل. يعني الطب مع الحاسبات مع الزراعه يعملوا برنامج معين، مثلا بايو تكنولوجي، ميديكال انجينيري، بايو انفورماتكس، حاجات زي كده اللي هي اقتصاديات الصحه وكلافه، عشان يعملوا برنامج معين ده سوق العمل عايزه. ايوه لانه المجتمع عايزه بالظبط. نعم كده. نعم تمام. سؤالي الاخير لحضرتك، قريت حاجه كده بس لو هي استمرت في التركيبه دي والله يبقى يعني انا قلت يبقى كده بنضرب عصفورين بحجر. هقول لحضرتك ايه هي. جامعه عين شمس المصريه نظمت فصول على الانترنت لمحو الاميه في ريف مصر. صحيح، وده اللي النهارده عشان كده بقول بنضرب عصفورين بحجر، يعني بنعلم كيفية التعامل مع الانترنت لريف مصر وفي نفس الوقت بنمحي الأمية. ده مشروع يا فندم بدأناه من حوالي سنة ونص أو يعني قريب من سنتين، وكنا احنا مهتمين جدا بموضوع محو الأمية. واحد ممكن يسأل يقول الله هو جامعة كده ايه دخلها بمحو الأمية؟ احنا عندنا قناعة تامة ان لا يمكن نجني ثمار التنمية ما في ظل التنميه والمشاريع العملاقه اللي شايفينها في مصر، تبقى في نسبه من الاميه، وبالذات لو كانت نسبه يعني كبيره شويه، بنتكلم هنا على 30% و25%. نعم ده رقم كبير الحقيقه لما نعرف طبعا في بلاد كتير حتى قريبه مننا الاميه فيها 0%. فطلعنا قرار ان كل الكليات النظريه اللي عندها وقت اكثر شويه من الكليات العمليه، ان الطالب مش هيتسلم شهاده التخرج بتاعته او طالب او الطالبه غير لما يمحو 104 مواطنين، يعني واحد في كل سنه في الاربع سنين. نعم وده حد ادنى، وده نعتبره زي التجنيد، واجب وطني. بس فكره عبر الانترنت هي دي اللي ما ده في الاول، وبعدين جت كورونا بعد ما نفذنا ده. فلما جت كورونا الناس تخيلت احنا ممكن نوقف. فالجديد اللي احنا قلنا لا، على عن طريق الانترنت والتكنولوجيا ومنصات التعلم، سواء على التليفون المحمول او على اللابتوب او على التابلت او على اي جهاز. نجحت مع الريف المصري التجربه يا دكتور محمود؟ نجحت يا فندم، لاني ونجحت. وعايز اقول لحضرتك ان الارقام اتضاعفت، وصلنا ل 20,000. احنا كنا بنعمل مثلا 500 300 في الثلاث، وصلنا ل 20,000 مواطن يتم امحاء اميتهم، والطلبه والشباب يمكن تحمسوا ليها اكثر. طب هاي ده المشروع اللي تقدمنا بيه لليونسكو، وخدت عين شمس جائزة اليونسكو في 2021 والمؤسسة المصرية من منطقة الشرق الأوسط الوحيدة من ضمن 6 مؤسسات على مستوى العالم. كانت عين شمس خدت جائزة اليونسكو كونفوشيوس على هذا المشروع اللي حضرتك ذكرتيه. وأظن السيدة مساعدة المديرة ذكرت النهارده الكلام ده، يعني شكيتني وذكرته بعد ما كنا خلصنا الاحتفال من كذا شهر. نعم وذكرته النهارده وهي على المنصة يعني. هايل، بشكرك دكتور محمود المتاني، بشكرك فندم، شكرا جزيلا. فكرة انك تشتغل على المهارة دي، تنمي مهاراتك دي، في الحاجة في الاول وفي الاخر هي ليك عشان نقدر نكمل. العالم كله كده، وكله العالم دلوقتي بيقولك لو ما عندكش مهارات يبقى انت ما تطلبش شغل للأسف. فيعني القصة دي كمان فيها قفزات، مش فيها، لان كل ما هتتعلم حاجة تلاقي يحصل الجديد ويطلع الجديد، فلازم كمان تبقى دي متعلمها. خليني ارحب بالنائبة رشا فايز عضو مجلس النواب عن تنسيق شباب الاحزاب والسياسيين. ست النائبة مساء الخير يا فندم. مساء النور استاذ عزة، اهلا بحضرتك. اهلا بيك، اهلا بيك ست نائب. النهاردة في متابعة حضرتك للمنتدى توقفتي امام ايه؟ هو النهارده يا فندم زي ما حضرتك قلت واشرتي في بدايه حلقه حضرتك، تم عقد اولى فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي تحت رعايه السيد الرئيس، واللي كانت تحت عنوان رؤيه المستقبل. وفي الحقيقه المنتدى ده بيعقد بالتزامن مع استضافه مصر للدوره ال 14 للمؤتمر العام للمنظمه الاسلاميه للتربيه والعلوم والثقافه الاتس.
أنا توقفت النهاردة قدام الموضوعات اللي كانت بتطرح في المنتدى أو اليوم الأول للمنتدى، وخلينا نتكلم عن الجلسة الأولى واللي كانت بتتحدث عن وظائف المستقبل والتحديات اللي بتواجه وظائف المستقبل من منظور عالمي، وكمان تداعيات بقى أو خلينا أقول كده جملة حان الوقت للعمل من أجل هدف. حقيقة في إشادة النهاردة من الحضور بدور مصر الريادي في دعم الثقافة والعلوم. وخلينا نتكلم بشكل عام إن الكلام كان موجه لأهمية التعليم الفني في الوقت الراهن واحتياجات سوق العمل ليه على يعني خلينا نقول مش في مصر بس، لا على مستوى دول العالم كله، يعني عشان ده في تنافس من أجل اقتصاد مزدهر، فدول العالم كلها دلوقتي في اهتمام بالتعليم الفني. خلينا نتكلم عن مصر بقى واللي بنعمله في التعليم الفني. أنا في حاجة كده، هي مصر بحقيقة صريحة جدا مع أو في الاعتراف بالمشكلات اللي بتواجه قطاع التعليم فيها، وبالتالي بدأنا العمل على يعني خلينا نقول كل مؤسسات الدولة، كل الجوانب الموجودة في الدولة، المؤسسات الجانب التنفيذي الجانب التشريعي كله بيشتغل من أجل يعني خلينا نقول النهوض بالتعليم الفني وربط بحاجات سوق العمل والتطورات التكنولوجية. بالحقيقة فندم مصر في الفترة اللي فاتت دي وما زالت بتعمل على يعني استحداث مسارات جديدة في مجال التعليم بشكل عام والتعليم الفني بشكل خاص، وده يمكن ظهر الفترة دي والفترة اللي فاتت في إضافة تخصصات جديدة زي علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، كنا بس بنسمع عنهم في المؤتمرات العالمية، لا دلوقتي بقى موجود في الكليات بتاعتنا التخصصات دي. برضه فندم عندنا إنشاء الجامعات التكنولوجية، الجامعات الأهلية، عندنا دلوقتي في جامعات دولية موجودة على أرض مصر، عندنا 6 جامعات بتعمل دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة. بالفعل عندنا برضه يا فندم في دعم لرواد الأعمال من الشباب، وعندنا توأمة مع الجامعات العالمية. كل المحاور اللي بقول أو اللي اتكلمت عنها دي هي في الحقيقة بتعكس يعني اهتمام الدولة والسيادة السياسية بالتعليم والتعليم الفني تحديدا. نعم تمام، بشكرك شكرا جزيلا. اتفضلي، عايز تقولي حاجة يا أستاذ رشا؟ بقى برضو نتكلم عن الجانب التشريعي ومجلس النواب، وبرضو دعما للتعليم الفني تم في دور الانعقاد الأول مناقشة قانون الهيئة المصرية لضمان جودة التعليم والتدريب الفني والتقني والمهني القانون. الهيئة دي خلينا نقول إن هي هتكون يعني نقلة كبيرة جدا في تطوير التعليم الفني، لأن من خلالها هيتم تقديم خطط وسياسات التنمية المستدامة لمصر وكمان رفع جودة التعليم الفني. في برضو في دور الانعقاد الأول تم مناقشة قانون نقابة التكنولوجيين. كل الحاجات دي عايزة بس أوصل فكرة إن كل مؤسسات الدولة بتعمل في تناغم تام. من الناحية اللي حضرتك قلتيه ده، شايفة انه الحكومة بتقوم بدورها من الناحية التنفيذية، وايضا الدولة بتقوم بدورها من الناحية التشريعية. بشكرك استاذ رشا فايز. شكرك فندم، شكرا جزيلا. طيب خليني ارحب بدكتور اسامة عبد الرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي بجامعة المنوفية. دكتور اسامة مساء الخير يا فندم. النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك سيد العميد، اهلا بيك فندم. كلية الذكاء الاصطناعي فندم في المنوفية، ما هو يعني هتبدو اسئلتي لحضرتك وكأننا ما نعرفش بس احنا محتاجين الناس تعرف الجامعات المصرية اصبحت فيها ايه، بتواكب الجامعات العالمية بنسبة قد ايه في هذا المجال تحديدا؟ الو دكتور أسامة، طيب خلينا نشوف النهارده وانا بتفرج على وبتابع المنتدى، حسيت انه في دور
اعتقد. طب خليني ارحب بالدكتور اسامه وبعدين اقول لحضراتكم ايه اللي انا فكرت فيه. دكتور اسامه مساء الخير يا فندم. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اهلا بحضرتك دكتور اسامه. كنت لسه بقول لحضرتك انه كليه الذكاء الاصطناعي في المنوفيه بتواكب الجامعات العالميه في نفس المجال بنسبه كبيره ولا بنسبه، وصلنا فين بالنسبه لهم؟ أرد على حضرتك كده. أولا إحنا لما كانت اللوائح بتتعمل بتاعت كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة المنوفية، نعم، إحنا اللوائح دي كلها أعدت تقريبا من 8 أو 9 أشهر فقط لغير، نعم، وأثناء إعداد هذه اللوائح جميع المقررات اللي اتحطت وجميع الاتجاهات اللي اتحطت، اللجنة اللي كانت قايمة على إعداد اللائحة كنا حريصين جدا على إن إحنا ناخد أحدث التخصصات اللي موجودة على الساحة العالمية واللي يكون مواكب لها نفس التخصصات. لو حد من ولادنا أو بناتنا حب إن هو يكمل في الاتجاه ده، في اتجاه دراسي أو اتجاه بحثي أو اتجاه تطبيقي أو في مرحلة ما بعد البكالوريوس زي ما احنا بنقول عليها. فالتخصصات اللي عندنا دي هي التخصصات الواعدة، هي التخصصات اللي تلاقي كل الجامعات العالم دلوقتي بتواكبها، هي التخصصات دي اللي هتلاقي كل المقررات الإلكترونية المتاحة من الجامعات العالمية والمنصات التعليم الإلكتروني العالمية بتقدمها، كل التخصصات اللي الدولة دلوقتي بتحاول تدعمها وبتوفر فيها منح دراسية. ايه التخصصات يا دكتور أسامة؟ التخصصات احنا عندنا 4 تخصصات موجودين عندنا. التخصص داتا ساينس او علوم البيانات. تخصص علوم البيانات حضرتك طبعا ما فيش حد في الدنيا ما يعرفش طبعا ان لو اشرت ليها النهارده بشكل واضح الدكتوره هاله السعيد الحقيقه. طبعا، لان انا عايز اقول لحضرتك ان دلوقتي التنقيب في البيانات او في اللي موجوده واللي بتتولد بكميات هائله كل ثانيه، انا بتكلم مع حضرتك فيها مش كل يوم. البيانات دي الناس بتعتبرها ثروه، والتنقيب فيها زي التنقيب على البترول بالضبط كده. بيطلع معلومات، المعلومات دي الانفورميشن دي بقدر اطلع منها نولج، معرفه. المعرفه دي هي 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 اللي بقدر اشتغل عليها اقتصاديا وسياسيا وفي التسويق وفي كل حاجه، كل حاجه في الدنيا قايمه على البيانات دلوقتي. فجميع علوم البيانات دي بمفرداتها بخوارزمياتها بطرق الاستنباط بطرق التنقيب بطرق الاستخلاص، كل ده بالاناليتكس او التحليل، كل ده القسم ده بيقدم. قسم اخر هو قسم ماشين انتليجنس او ذكاء كل البرمجه ذكيه اللي هي محل البرمجه التقليديه في كل حاجه. ايوه، مش حد دلوقتي يدور على البرامج العاديه اللي بتعمل تطبيق او اللي بتأدي مهمه او لا، في اي حاجه في الدنيا كل حاجه حضرتك بتعمليها دلوقتي هتلاقيها انضاف جنبها كلمه سمارت. صحيح. الموبايل العادي بقى سمارت فون، الشاشه العاديه. صحيح. اللي في بيت حضرتك بقت سمارت تي في. كل حاجه، الغساله بقت دلوقتي السمارت واشنج ماشين، وكل حاجه اضاف لها كلمه سمارت، وبالتالي البروجرامنج بتاعها بقى محتاج ان يكون سمارت في كل مكان حضرتك فيه، في عربيتك، في بيتك، في كل حاجه في الدنيا. صحيح. هل في اقبال من الطلبه بقى دكتور اسامه؟ يعني اذا كان بنتكلم على المستقبل ووظائف المستقبل، هل بالنسبة للشباب في إقبال على هذا النوع من الكليات؟ أنا عايز أعرف حضرتك حاجة صغيرة جدا. الجيل الجديد صحي على نفس المفردات دي، صحي على السمارتنس أو الذكاء في كل حاجة بيستعملها كل يوم، وبالتالي هو وعيه بالحاجات دي، يعني أنا بعتقد إن هو يعني عادي. اعلى من وعينا بكثير كمان، يعني اعلى من وعي القائمين اللي بيعملوا له توعيه في هذا الاتجاه، لان صحيح. هو شايفها وعايش فيها كل يوم. ده مهم قوي. طبعا. الحاجه الثانيه ان الانترنت ومعارف الانترنت وشكل الوظائف والتوعيه اللي كانت بتعملها الدوله الفترات اللي فاتت ان دي وظائف المستقبل وان ده اللي موجود حضرتك. النهارده من الاقسام اللي انا ما ذكرتهاش لحضرتك، مثلا قسم اللي هو انتليجنت انجينيرنج سيستم او هندسه النظم الذكيه. حضرتك بكره الصبح احنا عندنا كل وسائل المواصلات اللي كانت لسه معروضه في المعرض اللي كان منظم دلوقتي كلها مواصلات ذكيه، المونوتريل اللي هيطلع جديده، ال ار تي اللي هيطلع جديد. صحيح. كل دي قايمه على حاجه اسمها انترنت الاشياء وعلى القياده الذكيه. طب مين اللي هيدير ده غير ناس خارجين من نفس التخصصات؟ صحيح. والاجيال الجديده عارفه ده. القسم الرابع سايبر سيكيورتي او امن البيانات، ده مين يقول ان 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 ده ما بقاش اهم حاجه في الدول وفي المؤسسات دلوقتي؟ نعم. وفي كل ده دلوقتي. نعم. فلا، هم عارفين ان دي وظائف المستقبل وعارفين ان ده مطلوب جدا،
وده دليله على ان انا عندي السنه دي ناس كانت بتحول من كليات الطب وكليات الهندسه وتيجي عند حضرتك. بالظبط. الله يعني ده كمان ايه ده، في ناس منهم امضوا سنه كامله دراسه بيضحوا بيها عشان يجوا يبداوا من الاول عشان أروا اللي جاي عامل ازاي. بشكرك بالضبط. فندم بشكرك دكتور اسامه عبد الرؤوف، بشكرك شكرا جزيلا. بقول لحضراتكم هقول لكم على ايه وانا بتفرج كده وبتابع الصبح، اللي هي فكره هو البحث العلمي بره هل في استثمار؟ يعني هو ايه اللي طور امريكا يا جماعه وايه اللي طور اوروبا والدول دي؟ هل كان في استثمار؟ كان في قطاع خاص في البحث العلمي؟ يعني عايز اعرف التفاصيل، فخليني يمكن الاقي اجابه، وده اكيد عند دكتور صلاح حافظ. دكتور صلاح مساء الخير يا فندم. اهلا مساء النور. اهلا بحضرتك دكتور صلاح. ما اعرفش النهارده كده وانا بتابع حسيت وقلت ايه ده، العالم كله دلوقتي الاتجاه، وده كان من زمان قوي، فكرة النانو تكنولوجي وفكرة التحرك في هذا المجال بسرعة جدا وقفزاته سريعة. هل الدول دي أمريكا أوروبا، هل الدول دي اتطورت بفكرة استثمار قطاع خاص في بحث علمي مثلا، ولا اتطورت ازاي؟ هو أولا البحث العلمي لازم يكون هادف ل مميزات إضافية اقتصادية. البحث العلمي المطلق أصبح دلوقتي ليس له قيمة كبيرة. نعم. الجامعات، بعض الجامعات متخصصة في تخصصات فبيجي لها منح من شركات على أساس بيحدد بالضبط المطلوب كل الإمكانيات المطلوبة للقيام بهذا البحث. لكن الشركات الكبيرة، في شركات كبيرة يعني دخلها السنوي أكثر من عدد كبير من الدول، يعني زي شركات البترول، شركات الأدوية، شركات الكيماويات، يعني الحاجات دي كلها لازم يبقى عندهم البحث العلمي الداخلي في مجالهم. أي حد أفنم في مجالهم ده علشان الاستمرارية بالضبط. والتطوير عشان ياخدوا ميزة نسبية يقدروا يربحوا من خلالها. أي. في نفس الوقت الشركات اللي اقل من كده بتمول زي ما قلت منح في الجامعات معينه لها تخصصات وسمعه في مجال معين علشان يقوموا بالبحث نيابه عنها. نعم. عنهم. ولكن في امريكا بالذات كان في شركات اسمها الفنشر كابيتالست اللي هي المخاطره براس المال لتنميه افكار جديده او اختراعات جديده. بتبدا في المعمل وبعدين تتعمل على مجال اكبر شويه، ستيل اكبر في جهاز صغير، وبعدين يدرسوها اقتصاديا. واول ما يوصلوا الى المطلوب سواء في صناعات او في خدمات، الشركات دي تبيع الاختراع وتسجل الاختراع وتبيعه مقابل. دي اكثر حاجه خلت امريكا تقفز قفزه عن اوروبا. يعني المساله قايمه على الشركات نفسها هي اللي بتبحث عن ده علشان تطور نفسها وعشان تتقدم ويبقى فيه الميزه النسبيه او الـ 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 المضافه اللي حضرتك قلت عليها. يبقى اذا هو تمام. قطاع خاص بيشتغل بيحافظ على تمام يعني تمام. وبعدين في بقى في بلاد بيبقى عندها اهتمامات خاصه للتنميه، يعني مثلا في مصر احنا عندنا الميه تحلية المية، ده موضوع حي بالنسبة لينا وخصوصا في ظل مشاكل الماء في كل حتة في العالم. نعم. فيجب أن يوجه البحث العلمي في هذا المجال وتنمية الزراعة بصورة عامة كل الاحتياجات بتاعت الدول. يعني إما الدولة توجه البحث العلمي في اتجاه معين لحل مشاكلها والقطاع الخاص يشترك في تمويل مثل هذه الدراسات وفي النهاية يحصل على عائد سواء إتاوة معينة للاختراع، لكن نسبة حلوة إتاوة دي نسبة يعني ليه نسبة ربح هو بيسموها إتاوة ترجمة من الرويالتي تمام. الرويالتي بيسموها يعني كده مجازا إتاوة إتاوة، إنما هي رويالتي حق استخدام، حق استخدام بيبيع زي ما بنقول كده، يعني ينفع اسميها انه بيبيع الفكره.
تمام تمام ايوه ادق ادق كمان بالنسبة. ده موجود وده موجود ومن هنا العالم بيتطور. وتقدم التقدم والنهارده في مصر في بعض الشركات بتمول بس لسه الفكر العام والنظام العام لسه لم ينضج بعد في مصر، انما في اتجاهه قريبا للنضوج زي ما احنا شايفين اللي بيحصل حوالينا. نعم بشكرك دكتور صلاح حافظ، بشكرك شكرا جزيلا. معلش يعني انا لازم اختم بس هستاذنكم يعني على الاقل هطمنكم انتوا كمخرج وككرو يعني على الجو يعني. دكتور ايمان شاكر مساء الخير يا دكتور ايمان. خير على حضرتك استاذ عزم، خير على كل الساده المشاهدين. اهلا بيكي يا ايمان. أهلاً انا النهارده يا دكتور ايمان ما كنتش شايفه خطوه قدامي حقيقي فعلا. قولي لي العاصفه دي هتمتد هل في بعض المحافظات ولا هتنتهي امتى؟ هو طبعا هي اثرت النهارده على معظم محافظات الجمهوريه. حاليا طبعا الحمد لله الرؤيه اتحسنت على القاهره وعلى السواحل الشماليه والدلتا، لكن العاصفه انتقلت لمدن القناه وسيناء. طبعا الرؤيه منخفضه طبعا هناك جدا طبعا زي اللي حصل في القاهره، وبدا دلوقتي ياثر على سيناء ومدن القناه، لكن ان شاء الله خلال الساعات القادمه ومع نهايه اليوم هتنتهي تماما العاصفه الترابيه، وطبعا هتبدا تتحسن الرؤيه الافقيه على كافه انحاء الجمهوريه وتعود الأجواء لطبيعتها وتهدأ سرعات الرياح. أيضا ارتفاع الموج اللي وصل لخمس أمتار على طبعا منطقة البحر المتوسط وكل المدن والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، هيبدأ تهدأ سرعات الرياح وتبدأ تنخفض ارتفاعات الأمواج وتعود لطبيعتها إن شاء الله اعتبارا من غدا الخميس. هتبدأ طيب خليني أقول لحضرتك دكتورة إيمان حاجة، إحنا دايما متعودين في مصر لما بتحصل عواصف ترابية نقول إيه، هي دلوقتي تمطر والمطر ينظف الجو. حقيقي فعلا كلنا معتادين فعلا على كده. هل في مطر؟ هل في مطر وارد سقوط امطار؟ المناطق الشماليه فعلا مطرت، يعني مطروح واسكندريه ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيره كل هذه. لا مفيش وقت، لا مفيش وقت يا دكتوره ايمان اطلبك تاني. الو تليفون ففصل. طيب يبقى اكيد المخرج شد الفيشه عند دكتورة إيمان شاكر. طيب عموما عرفنا انه العاصفة خلاص انتهت وخلال ساعتها تنتهي في الأماكن الأخرى اللي قالت عليها دكتورة إيمان شاكر اللي هي من ضمنها المناطق في سيناء. وإن شاء الله يا رب كده يبقى خميس وجمعة وسبت أجازة كده للي عنده في الأيام دي أجازة كده يستمتع بيها. بشكر حضراتكم، أشوفكم السبت على خير مع تحياتي عزة مصطفى وإلى اللقاء.